للعجينة نحتاج حليب دافي، سكر، زبدة أو زيت، وظرف دريمويه وحليب بودر، وأقلبهم وأضيف عليهم رشة ملح، دقيق وخميرة وأعجنهم. نسيب العجينة تتخمر، وفي ذا الوقت نجهز خليط القرفة. نحتاج سكر بني أو أبيض وكاكاو بودر، وبنستخدم قرفة مطحونة من سرة، نحتاج ملعقتين كبيرة، وأقلبهم مع بعض. وبعدين نفرد العجينة وأحط عليها الزبدة وخليط القرفة وألفها، وبعدين نقطعها بالخيط أو بالسكين وعلى الصينية ترتاح. وبعدين ندهن الوجه بشوية حليب أو ممكن بيض وعلى الفرن. وللصوص الأبيض نحتاج جبن كريمي زبدة، حليب سائل، سكر بودرة، ويكون جاهز. وللصوص التوفي اختياري، إذا حابين تسووه بتلاقوا الطريقة مكتوبة تحت بالتفصيل. وبعد ما يطلع السينابون من الفرن نغطيه 10 دقائق، وبعدين نضيف عليه الصوصات. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله مرة مشهي، وعليكم بألف عافية. أول شيء لتتبيلة الدجاج، هنا بنستخدم بهارات سرة، نحتاج فلفل أسود، فلفل أحمر، ثوم وزنجبيل وبابريكا، وأضيف عليهم الملح والبصل واللبن وأقلبهم، وعلى الثلاجة أقل شيء ساعة. وبعدين نجهز خليط التغليف، نحتاج دقيق ونشا، فلفل أسود، ثوم وبصل وملح، وأقلبهم. وبعدين نطلع الدجاج ونغلفه مرة تمام، وعلى طول في زيت حار نقليه. وبكذا صار جاهز. وهنا بنجهز الخبز، وهذه الخطوة تخليه ألذ، نحط عليه أي صوص أنتم تفضلوه على الساج يتحمر. وبكذا صار جاهز، ونجهز السندويتشات. وبنقدم معاها بطاطس مقلية، وكمان بحط عليها من بهار البطاطس المقلية من سرة، بيعطيها طعم مرة ألذ. شوفوا كيف الدجاج مستوي مرة تمام، وعليكم بألف عافية.